يا صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت. النهارده بقى عامله لكم الراعي الرسمي للدفى في الشتاء بعد العدس، محشي الكرنب. مفيش حد في الدنيا ما بيحبش محشي كرنب خصوصا في الشتاء. النهارده بقى عامله لكم من غير رز ومن غير لحمه ومن غير اي حاجه، هترفوا كل حاجه وكل البدايل في الحلقه، بس تابعوني مش هتندموا ابدا. معاكم رضوى، ويلا بينا على الخطوات والمقادير عشان نعمل احلى حله محشي هناكلها كلها لوحدينا. يلا بينا. اول حاجه هناخد المقادير كما تعودنا سكرين شوت، ويلا بينا على الخطوات حالا. عندي طبعا محشي كرنب باي كميه انت عاوزينها، مقطعينه باي برضو شكل، كبير صغير زي ما انت عاوزين، الموضوع سهل يعني مش بيج ديل. وعندي هنا دي صلصه او طماطم، دي الصلصه دي طبيعيه مامتي اللي عاملاها في البيت، عاملاها بالطماطم والبنجر، حاجه كده تسلم ايدك يا ست الكل، شكرا ان اخدت منك الشويه دول. تمام. وعندي بصلتين وسط، وعندي طبعا الخضره كزبره وشبت وبقدونس، والتوابل بقى الشغل كله. عندي معلقه كبيره بابريكا، مهم جدا تكون معلقه كبيره. عندي ملح حسب الرغبه، فلفل اسود، كمون، شطه، لازم الشطه مع الكرنب حلوه جدا، وكمان بتعلي الحرق قوي معانا يعني. وعندي 7 بهارات وكزبره ناشفه، من كل حاجه من دول معلقه صغيره او نص معلقه زي ما انت عاوزين. ومعايا هنا بديل الرز، ايه هو؟ حوالي ربع او نص كوبايه برغل، تجيبه بس نوع يكون نضيف جدا وما تنقعهوش، تغسلوه وتستخدموه على طول. بأكرر ما ينفعش يا جماعه ان احنا ننقعه، نجيب بس نوع نضيف نغسله ونستخدمه على طول. بصوا كده الفوائد، وقفوا الفيديو وشوفوا الفوائد العظيمه اللي موجوده فيه، بجد حاجه جميله قوي، وكمان سعراته قليله قوي، كل 100 جرام فيهم حوالي 150 سعر، فده حلو جدا جدا. تمام. هنبدا كده مع بعض هنا. هجيب بقى البصل نقشره، تك قشرته في ثواني، يا جامد انت بتقرض. امسك بقى البصله كده ابشرها كويس او افرمها زي ما انتوا عاوزين. بص خلاص كده جاهزه معايا. اوكي. وهجيب بقى اكتر جزء بكرهه جدا في المحشي اللي هو تقطيع الخضره، ما بحبش اقطعها خالص، بس عندي بقطعها بالمقص وبيسهل عليا شويه. تمام. في بدائل للبرغل اكيد هقول لكم عليها طبعا في الحلقه، في بدائل ممكن استخدمها بدل البرغل لو في ناس ما بتحبش البرغل يعني وكده. سبحان البرغل حلو جدا ومشبع جدا، مليان الياف. اوكي. هاخد معلقه صغيره زي ما احنا شايفين كده من السمنه البلدي، لازم سمنه بلدي، ما ينفعش زيت زيتون، يعني فيش محشي كرنب في الدنيا بطعم زيت الزيتون، مش بيبقى لذيذ. تمام. سمنه بلدي مش بيج ديل، ودي دهون طبيعيه يعني صحيه، سوري، وطبيعيه في نفس الوقت، مش مؤذيه، مش مهدرجه، ما فيهاش اي حاجه وحشه، فسمنه بلدي لازم لازم لازم. مش عايزين تحطوا مفيش مشكله، بس مش هيبقى طعمه لذيذ قوي، فاهمين قصدي. همسك بقى البصله وافضل اقلب فيها زي ما احنا شايفين كده، اشوحها بس يبقى لونها شفاف شويه كده او تدبل شويه، وابتدي احط بقيه المكون اللي بعديه بقى على طول. بص اهي. تمام. ريحه البصل بقى مع السمنه البلدي حاجه كده خطيره يعني. هنزل بقى بالطماطم حبيبتي، ممكن طماطم عندكم عادي، تحط عليها قرن فلفل احمر اللي موجود. دي صلصه انا واخدها زي ما قلت لكم من مامتي، بتعملها حلوه قوي، لو عايزين برضو الطريقه اكتبها لكم ان شاء الله في الكومنتس او اعمل لكم فيديو عنها. كلها طبيعيه مش محطوط لها اي حاجه خالص، وطعمها جنان. اوكي. مستناش بقى لغايه ما تتسبك، احط كل التوابل عشان ريحتها تطلع وكله بقى ياخد من طعم بعضه. عايزين تحطوا توابل تاني زياده من عندكم حطوا اللي انتوا عاوزينه. اوكي. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، ويسيبه بقى يبقبق كده مع بعضه ويسبك بقى ويقول وياخد ويدي بشكل ودي. وفي الوقت ده يا ريت تدوا لايك دلوقتي. اوكي. همسك بقى البرغل، بصوا لما غسلته بسرعه زاد حجمه بسرعه، خدوا بالكم لازم بسرعه تستخدموه، ما ينفعش تقعدوه في الميه كتير عشان بيكبر حجمه وبيتهري في المحشي، فاهمين قصدي. بس هاتوا نوع بس يكون نضيف، في انواع كتير حلوه جدا في السوق من البرغل يعني، انا مستخدمه بصراحه، هو مش اعلان بس هو انضف حاجه بصراحه، الضحى حلو جدا جدا. شوفوا انتوا ايه بقى المتاح عندكم، ما تجيبوش اللي هو السايب اللي عند العطار ده عشان مش بيبقى حلو، بيبقى متعرض للهواء ومش كويس يعني، فاهمين قصدي. هقلب بقى. بصوا اهو خد شكل الرز اهو، تمام التمام وزي الفل. اوكي. هروح بقى دلوقتي ابتدي احط له الخضره، عايزين خضره اكتر من كده حطوا زي ما انتوا عاوزين، هو كده يعني محشي صحي جدا جدا جدا، وفعلا ما بيزودش الوزن ومشبع فوق ما تتخيلوا. خلاص. وادي الخضره اهي مع البرغل او بديل الرز، واقلب بقى كله كده، وابتدي استعد ان انا احشي المحشي بقى وكده، وانبسط زي اي حد.
انا عملت بقى قبل كده معاكم المحشي في القناه بطريقتين حلوين قوي، هكتب لكم طريقتين في الديسكريبشن ويظهروا معاكم في الاي حالا دلوقتي. بصوا كده خلاص الخلطه جاهزه معايا، عشان ما اعملش بقى مواعين كتير هروح للطبق اللي كان فيه الخضره احط فيه الخلطه. بصوا الخلطه ما شاء الله لا قوه الا بالله بتزيد ازاي، مش متخيلين يعني كانها فيها خميره مش عارفه، بتزيد بطريقه مش طبيعيه. اوكي تمام كده جاهزه معايا، هبتدي بقى اجهز خط الانتاج. دي الحله اللي انا عملت فيها الخلطه، هي برضو قلت لكم عشان انا مش بحب المواعين كتير يعني اختصر وقتي بقى واخلص كل حاجتي وكده. اوكي هنبدا بقى نحط كده في القعر، حط بقى اللي انت حبوه. دي العروق بتاعه الكرنب، ممكن تحطوا بصل تحطوا اي حاجه انتوا بتفضلوها، بس عشان خاطر المحشي بس ما يتلسعش مننا من تحت، يبقى كله واخد من طعم بعضه. وهبتدي احشي، مش عايزه بس حد يعيب على الصوابع بتاعتي عشان صوابعي يعني بعافيه شويه، في ناس بقى استاذه في لف المحشي، انا بصراحه مش بروفيشنال قوي، مش مهم، المهم ان احنا ناكل محشي في الاخر. بصوا بقى الخلطه عامله ازاي، ماسكه نفسها ازاي وزي الفل، بالظبط بالظبط نفس الرز، نفس الاحساس بتاع الرز، فاهمين قصدي؟ طبعا انا فاشله جدا في لف المحشي، اتس اوكي مفيش مشكله عادي يعني شغال. وابتدي بقى الف المحشي زي ما انتم شايفين. بصوا يا واد انت اللف المحشي فن مش عن خيبه جدا يعني، بس مش مشكله الحمد لله، برده الواحد بيرضي نفسه يعني، هو صباع حلو اهو. تمام هكمل بقى بيت الحله كلها دلوقتي، هقول لكم على البدائل بتاعه البرغل، ممكن تستخدموا بدلها الكينوا، ممكن تستخدموا بدلها الرز البني، وممكن الارنبيط برضو، نجيب الارنبيط عادي من غير ما نسلقها بس نغسلها كويس ونفرمها في الخلاط، بتبقى بديل هايل برضو للرز. تمام هخلص بقى الحله كلها كده زي ما احنا شايفين، ما شاء الله صوابع، بسم الله ما شاء الله، ولا صوابع زينب. حاجه كده يعني شغاله الحمد لله، برضو الواحد يرضى باي حاجه ربنا هيبارك له فيها ويخلي طعمها حلو كمان. بصوا بقى الميزه ان البرغل الكوش عمال يزيد حجمه زي ما احنا شايفين، عشان كده قلت لكم تستخدموه على طول. بصوا الكميه يعني انا اخدت يمكن ربع الكميه، انا واخده حوالي 35 سعره بس من البرغل، فده كويس جدا، حله محشي حلوه جدا ممكن اكلها كلها اهي. واخد باقي بقى الخلطه اقدر اشيلها في الفريج زون عندي، مش اشيلها في فريزر يعني، كبرها اسبوع واقدر استخدمها، اكتر من كده ما ينفعش، فاهمين قصدي؟ لان البرغل يعني بعد كده بيبقى حاجه كده ملهاش طعم، فاهمين قصدي؟ بس بصوا اهي تقعد معايا اسبوع اقدر استخدمها تاني. دلوقتي بقى هجيب الشوربه، دي شوربه لحمه، حط عليها معلقه بابريكا ومتبليها وكله تمام. عايز تحطوا مكعب مرقه حطوا، بس انا ما بحطش، انا زي ما قلت لكم ضد الموضوع ده تماما لانه مش صحي خالص. هحط بقى الشوربه زي ما انتم شايفين ما غرقش، انا بصوا هنا انا زودت الشوربه شويه، لا يا ريت تكون اقل من كده كمان افضل، عشان خاطر بتستوي بسرعه جدا، البرغل بيستوي بسرعه قوي وممكن يعجن مني شويه، فاهمين قصدي؟ بس انا عادي يعني انا بحب المحشي يبقى معجن شويه، انا بحب كده، في ناس بتحبه واحده بواحده مفيش مشكله. بصوا حطيته على النار، اول ما يغلي هوطي عليه النار تمام، واسيبه بقى يستوي كده على مهله جدا، نص ساعه بالكتير قوي يكون جاهز معايا. انا عملت جنبه قطعتين بانيه مشويين في الاير فراير، بصوا محشي اهو، محشي كرومب اهو تمام. وهبتدي بقى اطلع بالكميه اللي انا عاوزاها، مفيش اي مشاكل فيها، البرغل كله سعرات البرغل كلها اللي موجوده في الحله دي كلها ما تعديش مثلا 35 40 سعره بالكتير، فطبعا ده حاجه هايله جدا. والكرنب طبعا حلو جدا وبيخسس، والخضره مفيده، يعني انا كده في السليم. هاخد بقى الكميه اللي انا عاوزاها ونقرب ونشوف التفاصيل. My favorite moment او لحظتي المفضله طبعا وقت ان انا اكل واستمتع باحلى محشي كرومب بيدف في الدنيا، وفي نفس الوقت مش بيتخني، واكل بالكميه اللي انا عاوزاها. بصوا بقى كده معايا، بصوا مستوي ازاي، مهري
يعني كده فل الفل قوي 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 يعني. تمام. وبصوا انا بكل واحده هي بشوف لكم بوريكم ان في يعني كلها مستويه تمام تمام، وهدوق معاكم طبعا واوريكم قد ايه المحشي حلو. البرغل طعمه حلو جدا جدا، ما تفرقوش عن طعم الرز، بل بالعكس اخف على المعده بكتير ومشبع جدا جدا، والطعم حكايه. بصوا الصباع هو مرهق شويه بس حلو. شغال شويه، شجعوني يا جماعه شويه. و يعني الحمد لله برضو الواحد رضى نفسه ومحسش ان هو اقل من اي حد، إن ممكن ياكل محشي كرنب. محشي كرنب ده حلو ومفيد وبيخسس جدا جدا، وعلى ضمانتي يا جماعه البرغل حلو جدا زي ما قلت لكم. لازم تنقوا نوع يكون كويس، وفي نفس الوقت تغسلوه تستخدموه على طول، ما تنقعهوش، والميه لما بتيجي تسووه ما تبقاش كتير تمام، ما تكتروش الميه عشان خاطر ما يعني ما يتهرش منكم. تمام. يعني اعتقد كده احنا تمام ورضينا نفسينا وكاننا احلى حلة محشي واستمتعنا ومحرمناش من نفسنا من اي حاجة. اظن ان كده تمام معاكو. شوف بقى كمان الفراخ، كمان بوريكو الفراخ من جوه مستوية ازاي. يلا بالمرة. فراخ عادي بانيه متبلها عادي وحطيتها في الاير فراير، حتى واخده شكل الاير فراير من بره اهي، ومستوية وتمام التمام. احلى وجبة بروتين وألياف وشبع للصبح وحاجة كده دلع الدلع. سوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.